جزاكم الله خيرا. فيقول: هل تجوز الصلاة خلف رجل لا يتوضأ علما بأني لا ألاحظ عليه أي مانع من الوضوء؟ لا يجوز له أن يصلي بدون وضوء من غير عذر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا بالماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا في حالة العذر عن استعمال الماء لمرض أو لقلة الماء وكونه لا يكفي لحاجة الإنسان وطهارته، في حالة العذر يتيم. أما إذا كان ليس عنده عذر، الماء متوفر وهو قادر على استعماله، فإنه لا بد أن يتوضأ للصلاة، فإن صلى بدون وضوء فصلاته غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم.